مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سكرتير التحرير، والذي يأتيكم اليوم من داخل جريدة اليوم السابع. نبدأ بقراءة أهم وأبرز العناوين التي ستطالعونها غدا على صفحات الجريدة، ونبدأها بالعنوان الرئيسي في الصفحة الأولى: تأجيل مليونية الشريعة بسبب خلافات التيار الإسلامي. الشباب يرفضون القرار ويتظاهرون في الميدان، وعزب مصطفى: القرآن دستورنا شعار المليونية المقبلة. والزمر: التأجيل ليس مقدمة للإلغاء. أوباما يعلن حالة الكارثة الكبرى في نيويورك بسبب إعصار ساندي، ونيويورك تعيش في الظلام، والإعصار يغرق السفينة باونتي ويوقع 65 قتيلا، وإعلان حالة التأهب في مفاعل نووي بنيوجيرسي. القضاء الإداري يقضي ببطلان عقد استخراج الذهب من منجم السكري، والرجحي: إلغاء العقد يحتاج قرار من رئيس الجمهورية. زيادة أسعار 28 دواء خلال الأيام المقبلة. النقابية للصيادلة الحكوميين: الزيادة تشمل أدوية العلاج النقرس والرب وهشاشة العظام وحساسية العين. الجماعة الإسلامية تتظاهر لإقالة النائب العام بشعار: لن نسمح له بالاستمرار. 54 حزبا وحركة سياسية ترفض مظاهرات إسقاط محمود، والقضاء يبحث عقد عمومية طارئة للتصدي لدعوات التظاهر. أما على الصفحة الثالثة: استجواب العدلي في طرى حول تورط سيارة السفارة الأمريكية في قتل المتظاهرين. مصادر اللجنة: حصلت على معلومات موثقة من الوزير الأسبق حول حراسة السيارة واحتمالات تورط أجانب في قتل متظاهري جمعة الغضب. المتحدث العسكري: صفحات مجهولة تشكك في قدرات الجيش، وطائرات F-35 لم تدخل الخدمة في أمريكا، ولا ينتظر دخولها سلاح الجو الإسرائيلي قبل 2016. إحباط عمليات إرهابية في سيناء والقبض على 5 عناصر. كاتو يؤكد: الجيش لن ينسحب من سيناء إلا بعد القبض على زعماء البؤر الإرهابية. واستجابة لانفراد اليوم السابع: مراجعة ملف توريد أجهزة الفحص بالجمارك. وحجاج القرعة يشتكون: السائقون حولوا الحافلات إلى أجرة والوجبات فاسدة. جولة جديدة مع صندوق النقد، والرئاسة تطالب قنديل بالاعتماد على الجنزوري. السلفيون أعلنوا حالة التشفي في الولايات المتحدة، واعتبروا الإعصار عقابا إلهيا على الإباحية الأمريكية. وسند الإعصار يدمر نيويورك، وسند المثيرة تشعل العين السخنة. وهناك ملف عن من هو البابا 118 القادم. للحديث معنا حول تفاصيل هذه الأخبار، يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ كريم عبد السلام، مدير التحرير ورئيس الديسك المركزي. أهلا بك أستاذ كريم. أهلا بك. نبدأ أستاذ كريم بالعنوان الرئيسي: تأجيل مليونية الشريعة بسبب خلافات التيار الإسلامي. بالتأكيد هذا الخبر هو تأكيد لانفراد اليوم السابع منذ عدة أيام، عندما نشرنا في نفس هذا المكان خبرا عن انقسام التيار الإسلامي حول هذه المليونية. وبالفعل تأكد ما نشرناه منذ عدة أيام، وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد بحزب البناء والتنمية أعلن أن التيار الإسلامي ليس على قلب رجل واحد حول هذه المليونية، وتم تأجيلها أسبوعا كاملا. مبررات تأجيل عامة ومعروفة، منها مثلا الحشد للمليونية المقبلة وعودة الحجاج من رحلاتهم إلى آخر التفاصيل، إلا أن ما يهمنا في هذا الخبر الجديد هو 3 أمور أساسية. أولا، أن شباب التيار الإسلامي لم ينصاعوا لقرار التأجيل، وقرروا التظاهر في مليونية أو مظاهرة تمهيدية الجمعة المقبلة يوم 2 نوفمبر. الأمر الثاني هو تصريحات القيادي بجماعة إخوان المسلمين عزب مصطفى عندما قال: القرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى غاياتنا، رغم أن الإخوان أو الإخوان المسلمون تحديدا كانوا من أبرز عوامل تأجيل هذه المليونية، والذين بذلوا جهدا خرافيا للحث على تأجيل المليونية أو إلغائها. الأمر الثالث هو تصريح القيادي بالجماعة الإسلامية طارق الزمر، الذي يقول أن التأجيل ليس مقدمة للإلغاء. في توقعي أن هذا التصريح لا يعني سوى مقدمات للإلغاء، لأن جماعة الإخوان المسلمين رغم النبرة العالية للقيادي عزم مصطفى
وتيار في حزب النور وتيارات سلفية عديدة مع عدم الحشد الكبير في مليونية تسبب إحراجا للنظام أو للرئيس محمد مرسي. والأيام المقبلة قد تشهد الاكتفاء بما سيقوم به شباب التيار الإسلامي يوم 2 نوفمبر الجمعة المقبلة. نعم، لو انتقلنا إلى خبر آخر الخاص بالقضاء الإداري يقضي ببطلان عقد استخراج الذهب من منجم السكري. هذا الحكم حكم مهم للغاية، لأنه يأتي في سياق تصحيح ربما العقود التي كانت تشوبها ثغرات وكانت تعطي ميزات إضافية أو مكاسب لمستثمرين على حساب حقوق الدولة. ورغم صدور هذا القرار الذي بناء على دعوة قضائية رفعها المهندس حمد الفقراني، إلا أن يوسف الركبي رئيس الشركة الفرعونية قال في تعقيبه على هذا الخبر إن إلغاء العقد لا يمكن أن يتم إلا بقرار جمهوري، وواصل إنه سوف يلتزم بالقرار فور وصول حيثيات القرار أو صورة القرار إلى الشركة. نعم، زيادة أسعار 28 دواء خلال الأيام المقبلة. هذا القرار في الحقيقة هو تأكيد لما نشر منذ شهور وأثير حوله جدل كبير من قرار وزير الصحة السابق فؤاد النواوي من لائحة أدوية كبيرة ستزيد أسعارها. وفي أول تعقيب حكومي آنذاك على وزير الصحة السابق فؤاد النواوي قيل إن الأدوية لن تزيد أسعارها. الآن يتم تفعيل قرار فؤاد النواوي من حكومة الدكتور قنديل وتزيد أسعار 28 دواء، منها أدوية في غاية الأهمية، مما سيزيد أعباء إضافية على محدودي الدخل. نعم، لو انتقلنا للصفحة الثالثة، استجواب العدلي في طورة حول تورط سيارة السفارة الأمريكية في قتل متظاهرين. هذا الخبر هو انفراد آخر لليوم السابع، ويكشف ما تقوم به لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار جمهوري وجهودها للبحث عن أدلة جديدة في قتل المتظاهرين بان أحداث ثورة 25 يناير. وبالفعل تم انتقال لجنة تقصي الحقائق إلى سجن طورة حيث يقضي العدلي فترة عقوبته، واستجوابته في أمور هامة منها اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة وهل يمكن سرقتها بسهولة ومسألة تأمين الأجانب ومن وما إذا كان هناك أجانب قد اشتركوا بالفعل في عملية دهس الثوار بحسب المقاطع المصورة التي رأيناها جميعا. وأعتقد أن اللجنة قد حصلت على إجابات مهمة سوف تنضاف إلى ملف هذه القضية. نعم، المتحدث العسكري صفحات مجهولة تشكك في قدرات الجيش. بيان المتحدث العسكري اليوم وأمس حول التشكيك في قدرات الجيش يأتي استمرارا للرد السريع من القوات المسلحة على ما يثار حول التشكيك في قدرات الجيش أو الربط بين أداء المجلس العسكري في الفترة الانتقالية وبين القوات المسلحة المصرية. والصفحات العديدة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر معلومات مغلوطة وتشكك في قدرات القوات المسلحة المصرية. في الحقيقة أن الخبر مثار التعليقات العديدة على وسائل مواقع التواصل الاجتماعي كان بسبب طلعات جوية مكثفة لاختبار مدى جهوزية قوات الدفاع الجوي المصرية. فهم خطأ هذا القرار وفسر على أن هناك طائرات إسرائيلية اخترقت الأجواء المصرية بالخطأ طبعا بعد ضرب المصنع في السودان، ربما هناك ربط بين بالضبط حاجة. ولكن هناك فارق شاسع بين القوات المسلحة المصرية والجيش المصري وقوات الدفاع المصرية وأي جيش آخر في المنطقة. وينبغي أن نستقي الأخبار الخاصة بالجيش في الحقيقة من مصادرها. نعم، إحباط عمليات إرهابية في سيناء والقبض على 5 عناصر. هذا خبر مهم جدا، حيث تفيد تقارير إخبارية مؤكدة أن هناك بالفعل استمرار جهود الجيش والشرطة في سيناء لتعقب الخلايا الإرهابية وبضربات استباقية قبل قيامها بأي عمليات إرهابية. وقد تأكد أن هناك بالفعل عدد من أعضاء هذه الخلايا الإرهابية يعتزمون
القيام بأعمال إرهابية تجاه المنشآت السياحية في سيناء، وتم القبض على خمسة أعضاء وجاري التحقيق معهم. وهذا يؤكد استمرار العملية سيناء رغم خفوت الأداء الإعلامي بشأنها وقلة الأخبار المتوافرة. نعم، حجاج القرعة سيكون حولوا الحافلات إلى أجرة والوجبات فاسدة. اللواء محمد العطار رئيس بعثة حج القرعة عقد مؤتمرا صحفيا مع تفويج آخر فوج من مشعر منى وللرد على انتقادات عدد من حجاج القرعة الذين اتهموا إدارة حج القرعة بوجود وجبات فاسدة والتعسف في التعامل مع الحجاج وعدم توفير دورات المياه إلى آخر هذه الخدمات. إلا أن اللواء محمد العطار أجاب عن هذه الانتقادات ورد بأن هناك مخالفات عديدة للحجاج، منها استضافة حجاج آخرين غير مسجلين إلى آخره، ورد على كافة الاستفسارات. نعم، لو انتقلنا إلى خبر جولة جديدة مع صندوق النقد والرئاسة طالب خنديل بالاعتماد على الجنزولي. اليوم الاثنين يعني غدا سنطلعه في صحف الغد وفي اليوم السابع بالطبع وصول وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض بشأن حصول مصر على قرض 4.8 مليار دولار، وجرت المفاوضات في جو من الشكوك أو إعادة النظر فيما إذا كانت مصر سوف تحصل بالفعل على هذا القرض نتيجة العجز الكبير في الموازنة ونتيجة تأخر الإصلاح الاقتصادي وخطة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة سابقا. وعلمت اليوم السابع أن تعليمات رئاسية للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بالاستعانة بجهود مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية دكتور كمال الجنزوري فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي وبرامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة حتى يمكن تلافي أي عقبات في سبيل حصول مصر على قرض الصندوق، لأن حصول مصر على قرض الصندوق سوف يترتب عليه حزمة مساعدات ومنح ودعم دولي للاقتصاد المصري. لو انتقلنا أستاذ كريم إلى الملف الخاص بانتخاب البابا 118 يظهر بعد 72 ساعة من الصوم إلى القرعة الهيكلية. بالضبط، هو بالأمس الأحد كانت هناك انتخابات لاختيار ثلاثة مرشحين في القائمة النهائية على مقعد البابا 118. بالفعل تم انتخاب الأنبا رافائيل والأنبا توادروس والقمص روفائيل ليدخلوا القائمة النهائية التي يجري بشأنها أو تجرى بشأنها القرعة الهيكلية يوم الأحد المقبل، وهي قرعة هيكلية سوف تقام في الكاتدرائية بحضور القائم مقام الأنبا باخوميوس، وسوف يتم اختيار البابا رقم 118 مساء الأحد. ما المقصود بالقرعة الهيكلية؟ القرعة الهيكلية هي نوع من الاختيار بالقرعة، سيتم كتابة أسماء الفائزين الثلاثة في الانتخابات الأنبا رافائيل والأنبا توادروس والقمص روفائيل على أوراق بيضاء وختمها بالشمع الأحمر ووضعها في صندوق زجاجي، ثم يأتي طفل بعد قداس يوم الأحد المقبل لا يتجاوز عمره ست سنوات ليختار بيده وبدون أي توجيه البابا المقبل رقم 118. نعم، هذه القرعة الهيكلية. هذه هي القرعة. وملف هام حتى يتحدث هذا الملف أيضا عن أبرز التحديات والملفات. بالضبط، هناك تحديات عديدة أمام البابا المقبل سوف يستلمها مباشرة فور انتخابه، منها حرية بناء الكنائس ومنها ملف أقباط المهجر ومنها المشاركة السياسية للأقباط ومنها قانون الأحوال الشخصية للأقباط ومنها تعديل لائحة انتخاب البابا نفسه. نعم، يعني البابا رقم 119 المقبل، يعني ما بعد البابا بعد المقبل إن شاء الله لن ينتخب في ظني بواسطة القرعة الهيكلية، لأن اللائحة سيتم تعديلها في حياة البابا المقبل الذي سنعرف اسمه جميعا يوم الأحد المقبل. أستاذ كريم عبد السلام رئيس الديسك المركزي ومدير التحرير، شكرا جزيلا لك. أهلا بك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نواصل. سكرتير التحرير من داخل جريدة اليوم السابع.
المحكمة بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد. ازاي كمان يطلع براءة؟ ازاي اللي يطلع براءة؟ العدل ما حكمش عليه بالاعدام ليه؟ مجرد والعدل بس اللي مؤبد، الباقي كله براءة. الاحكام غير مرضية للشعب، اهالي الشعب غير راضيين على الحكم. كل نوافذ الجزيرة باتجاه الحدث وتفاصيله. الجزيرة .net، صفحة الجزيرة على الفيسبوك وعبر تويتر. شارك .الجزيرة.net. خدمة الجزيرة موبايل. كيف ترى تطورات الأمور في الساعات القادمة؟ بين النور والظلام تكمن الحقيقة. عدنا إليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام داخل جريدة اليوم السابع، وانضم إلينا كل من الأستاذ أحمد مصطفى نائب رئيس القسم السياسي. أهلا بكم أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. والمحرر السياسي الأستاذ أمين صالح. أهلا بكم أستاذ أمين. أهلا وسهلا. أستاذ أحمد، لو تحدثنا باستفاضة عن الخبر الخاص بالجماعة الإسلامية الظاهر لإقالة النائب العام بشعار لن نسمح له بالاستمرار، و54 حزبا وحركة سياسية ترفض مظاهرات إسقاط محمود، والقضاء يبحث عقد عموميه طارئه للتصدي لدعوات التظاهر. واحنا طبعا كلنا بنحاول ان احنا نفتكر مع بعض الازمه اللي كانت اثيرت من خلال خلفيه القرار ما صدر من قاله النائب العام او من ترك منصبه. بالتالي التيارات الاسلاميه كانت دعت منذ فتره، منذ عده اسابيع عقب هذا الامر، بعدم استمرار رفضها الكامل لاستمرار النائب العام الدكتور مستشار عبد المجيد محمود في منصبه، ودعت من خلال عده حركات بتضم حركات الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، وأيضا معها منتدى التيار الوسطي الإسلامي وحركات أخرى للخروج والاحتشاد أمام مكتب النائب العام والتظاهر للمطالبة بإقالة النائب العام منصبه. المردود بتاع يرون أن لابد من رحيل النائب العام لعدة أمور يبدو أنه غير مواكب أو غير مناسب للتيار والمد الثوري اللي موجود في مصر عقب ثورة 25 يناير، بيؤكدوا أنه مش قادر يلاحق الحركات والقفزات اللي بتطالب بها التيارات الإسلامية والسياسية منها تحديدا في تلبية بعض القضايا وفتح بعض الملفات، خصوصا ان العديد من القوى الإسلامية بترى ان النائب العام كان واحد من المجموعة التي عليها علامات استفهام كثيرة في ارتباطها بالنظام السابق بالنسبة للرئيس المخلوع مبارك وبعض الموجودين من رجال الأعمال ممن يحكمون او ممن لم تفتح بعد ملفاتهم. وايضا اكدوا لمفارقة اليوم السابع في تغطية الحدث الزميلة ايمان عالي اللي موجودة حاليا ان ايضا الامر اللي هم دائما يفتحون ويؤكدون عليه، هناك اكثر من مئات بل الاف البلاغات لدى النائب العام موثقة وموجود لديها مستندات، ولكن لم يتم النظر اليها او لم يتم فتحها، منها ما هو مرجى ومنها ما هو يتم اهماله ومنها ما هو موجود تطول بعض الرموز والشخصيات الكبيرة، ولكن هناك ثمة قلاقل. المتظاهرين أيضا بيأكدوا في مبرراتهم أنه في حالة فتح الملفات وتطول الأسماء بعينها في مصر، فأنه أن هذه الأسماء التي سترد إلى النائب العام أو تفتح ملفاتها لديهم العديد مما أسموه الباسورد أو الكود بتاع الفساد اللي موجود لدى أعمدة الدولة المصرية على مدار 30 سنة. إذن نحن أمام قوى سياسية إسلامية لها تواجد في الشارع المصري، استطاع عدد كبير منها التمثيل البرلماني ودخول المجالس النيابية المصرية من خلال الانتخابات، أيضا هم مؤيدين كانوا بطريقة أو بأخرى
بشكل أساسي مع رئيس الجمهورية ومع الدولة الإسلامية، هم مشاركين في تأسيسات الدستور، هم يتصدرون حاليا المؤسسات المصرية المختلفة في صنع وتوجيه القرار والرأي العام، وبالتالي هم الآن يتحدثون أن لابد من فتح براكين الفساد كما أسموها. أيضا هم يثمنون خطوات المستشار أحمد مكي وزير العدل فيما أسموه منح الضبطية القضائية لبعض العاملين في ملفات الفساد من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات، ورون أن مثل تلك الخطوة هي خطوة جيدة، حيث أنها ستتيح للموظف الذي يستطيع أن يرصد أي فساد من خلال مراجعته لهذه المنشأة أو هذه المؤسسة أو الشركة أو الوزارة أن يضبط القائم بأعمال الفساد أيا كان منصبه الإداري أو مسؤوليته داخل إطار هذه المؤسسة. ما زالت التيارات الإسلامية موجودة، بيقود المظاهرات هناك طارق الزمر أحد القيادات الإسلامية المعروفة وأحد قيادات حزب البناء والتنمية، ويؤكدون أيضا أنهم هذه هي البداية ولكنها ليست النهاية. هم يؤكدون أنها هناك سلسلة فعاليات، وهنا يذكرني التصريح الذي كان قد خرج من الدكتور صفوة حجازي عضو مجلس قومي لحقوق الإنسان بأنه سيكون ضمن التيارات الإسلامية المنادية برحيل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود. نحن سننتظر الكثير وسنرى الكثير خلال الأيام القادمة كما تتحدث الأوساط السياسية الإسلامية. في المقابل هناك أحزاب وحركات ترفض هذه المظاهرة. هناك أيضا العديد من الأحزاب بترفض هذا الأمر، وترى أنه مجرد الاقتراب من منصب النائب العام فاقتراب والجور على السلطة القضائية التي نحن ننادي جميعا باستقلالها، خصوصا وأن السلطة القضائية هي السلطة المفترض أن في عهد المخلوع كان يحاول كثيرا أن تطول يد السلطة التنفيذية والجور من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، لكن هناك ثمة استقلال قضائي. نحن يبدو أننا مقبلين على شتاء ليس بارد ولكن شتاء سيكون هذه الأمور ساخن، هذه المرة ساخن، سيكون ساخن من خلال مخالفات أو خلال اختلاف في الرؤى وتضارب مصالح ما بين التأسيسية التي تصر على وضع بذاته للقضاء في الدستور تسلبه الكثير من السلطة المختصة التي يختص بها أو السلطة المنفردة له. أيضا القضاء يرفضون هذا الأمر، بالأمس خرجت دعوات تؤكد وتناجي بالتصعيد ضد التأسيسيات الدستور خصوصا والمحافظة على سلطة القضاء. أيضا بحث أمس كان هناك اجتماعات مكثفة لأندية القضاء لتأخذ موقف موحد ضد التصعيد من قبل التيار الإسلامي والحركات الإسلامية المطالبة بإقالة النائب العام. يبدو أن مصر لم تنتهي بعد من الوقفات الاحتجاجية والتحركات، خصوصا من يكسب ومن سيحصل على المكتسب. يبدو أنه الحركات السياسية ستدخل في صدام إن آجلا أو عاجلا مع السلطة القضائية في مصر. شكرا لك أستاذ أحمد. لو انتقلنا أستاذ أمين والحديث حول تأجيل مليونية الشريعة والاجتماع ما بين القوى الإسلامية الذي كان اليوم. اليوم كان في مؤتمر للقوى الإسلامية بتعلن فيه موقفها عن مليونية الشريعة الإسلامية. في طيار سلفي نادى بضرورة عمل مليونية من أجل الضغط على جماعات التأسيسية للدستور للمطالبة بتطبيق الشريعة داخل الدستور الجديد، برغم أن القوى الليبرالية بتطالب إلقاء المادة الثانية في الدستور كما هي. النهاردة الدكتور صفوت عبد الغني رئيس حزب البناء والتنمية أعلن أن هم لن يقبلوا بأي دستور يكون في مس أو نقصان من الشريعة الإسلامية وردون تطبيقها بكافة حذافيرها داخل الجمعيات التأسيسية للدستور، وأشار أن هيتم تأجيل المليونية اليوم 9 نوفمبر بدلا من اليوم المقرر له اللي كانت 2 نوفمبر لعدة أسباب، منها أن قيادات التيار السلفي لازالت بتؤدي مناسك الحج حتى الآن ولم تعود من السفر. من ناحية تانية وقال احنا أعلننا يوم 9 ولم نترك المجال مفتوحا لنأكد أنها تكون في مليونية لتطبيق الشريعة لأنهم لن يرضوا بديلا عنها، ولذلك كان الإعلان عنها في 9 نوفمبر. الحرية والعدالة أكد أنه لن يفرط في الشريعة الإسلامية وتطبيقها داخل الدستور المصري، وأنه هيكون في مساعي وأن الفترة اللي هيتم إرجاعها لمدة 7 أيام بدلا من 2 ل 9 نوفمبر كانت لإعطاء فرصة أخرى للأحزاب المدنية تشاور نفسها تعيد النظر في مسودة الدستور تراجع نفسها بخصوص المادة الثانية. طبعا في طارق الزمر قائد حزب البناء والتنمية أكد أن هم لن يتهاونوا في تطبيق الشريعة الإسلامية حتى لو لآخر نفس، هم بيؤمنوا بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الأساسي ولازم تكون يعني تنص المادة على أنها تكون المصدر الوحيد أو المصدر الأعلى في التشريع في كل الأمور. طبعا كان في يعني مفترق طرق برضو في حركة 38 أقباط 38 طلبت بتطبيق الشريعة الإسلامية، برغم أن نادر الصيرافي الأستاذ نادر الصيرافي هو المتحدث باسم الحركة رجل قبطي قال أنه بيطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية لسببين. أول سبب خاص بسقطهم في الشريعة الإسلامية وأن هي تضمن حقوق الأقباط،
السبب الثاني من وجهة نظره ان هو شايف لو تم تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم كأقبال يصنفوا كأنهم مواطنين من الدرجة الثانية وهم لا يقبلون بذلك الأمر. ده بالنسبة لجانب القوى الإسلامية. على نقيض القوى المدنية النهاردة لأنها بتتابع بحذر المؤتمر الإسلامي وعندها تخوف من تطبيق الشريعة، ليس في صورة الشريعة نفسها، هم موافقون كليا على تطبيق الشريعة الإسلامية ولكن عندهم تساؤلات كثيرة جدا. من يفسر لنا الشريعة؟ ما هي الشريعة؟ هم يخافون من أن يتم تطويع الشريعة الإسلامية لصالح حزب الحرية والعدالة أو لصالح التيار الإسلامي في مصر. النهاردة نحتكم للشريعة في وجهة نظر معينة، غدا نحتكم إليها في وجهة نظر مختلفة، بمعنى أن في جزء كبير جدا من الشريعة الإسلامية قائم على الاجتهاد والقياس. تمام. لكن داخل الجمعية التأسيسية كان هناك خلاف ما بين مرجعية الأزهر أو المحكمة الدستورية، ويعني هم في طريق لا توافق حول أن كل المحكمة الدستورية هي التي تفسر النصوص، نصوص الشريعة فيما يتوافق معها أو ما لا يتوافق معها. في مادة تم يعني في المادة الثالثة للدستور الخاصة بالاحتكام لغير المسلمين لشرعهم، وفي مادة كمان وضيفت للأزهر أنه هو بصفة الأزهر يعني يمكن طيار وسطي ومعتدل في مصر يفسر لنا الشريعة أو كده، ولكن القوى الإسلامية عايزة يتم تطبيق الشريعة بشكل واضح وصريح. طبعا وجود الأزهر أو غير وجود الأزهر، لا، هم عايزين المادة الثانية الدستور يكون فيها أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد والمصدر الأساسي للتشريع في كل ما يتعلق بأمور الدين. والنهاردة القيادات يعني أكدت أنها لن تتهاون في هذا الأمر. كمان في وصف للقوى المدنية النهاردة يمكن من أكتر من قيادة دكتور صفا عبد العغاني وعدد من الإسلاميين بشكل إن هم القوى العلمانية، يعني ده لفظ جديد يضاف للقوى المدنية أو يتم استبداله، خصوصا لما القوى الإسلامية بتتكلم بصفتها إن هي دايما ضد الشريعة الإسلامية، دايما ضد تطبيق الإسلام، دايما ضد مبادئ الإسلام. ولكن يعني يمكن اللفظ ده يمكن القوى المدنية اعترضت عليه كتيرا وقالت إن هو في غير محله. احنا قوة مدنية، كلنا مسلمين وكلنا نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية وليس لدينا ما يمنع، ولكن السبب الأساسي أنه لابد أن يخرج علينا أحد من الإسلاميين ويقول لنا ما هي الشريعة الإسلامية التي ترغبون في تطبيقها. هل يعني من خلال المؤتمر اليوم تتوقع أن يكون بالفعل هناك مليونية حقيقية على الأرض يوم 9 نوفمبر؟ أستاذ محمود شعبان ممثل شباب القوى الإسلامية أعلن أن يوم 2 نوفمبر هتكون مليونية تمهيدية للتأهيل لمليونية 9 نوفمبر اللي هي مليونية تطبيق الشريعة. قال احنا ننزل ميدان كشباب ونهيئ ونضع يعني كل الأمور في نصابها تجهيزا للمليونية بتاع تطبيق الشريعة. قال كمان ان احنا لن نتهاون في تطبيق الشريعة او لن نوافق على غير الشريعة الإسلامية، واستشهد ان الدول الأوروبية النهاردة في أمريكا بتحاول تلجأ للاقتصاد الإسلامي بعد الانهيار اللي عانت منه خلال الفترة اللي فاتت، واستشهد بأمور اكتر من كده ان تطبيق الشريعة في مصر مفيد ليها ومش هيدور. كمان استشهد بأن شرع الله لا يستفتى فيه في مصر بين أمور العباد، يعني هو يقصد أن دي شريعة إسلامية، دي شرع ربنا لازم نطبقه، ما نفكرش ولا نستفتى عليه لا يمين ولا شمال. نعم، شكرا لك أستاذ أمين. وعودنا للأستاذ أحمد مصطفى والحديث عن الملف الخاص باختيار البابا. ما هو الجديد في اختيار البابا هذه المرة؟ الجديد في اختيار البابا هذه المرة أنه بعد 40 عاما شاهدنا انتخابات شاهدها العالم أجمع، العالم القبطي والعالم الإسلامي، شاهدها الشعب المصري. من خلال الانتخابات خرجت في صورة كانت مبهجة، كان جو هدوء كامل ومتكامل. لأول مرة بنجد أن إجراء انتخابات في مصر سواء منصب ديني أو منصب كنسي أو منصب سياسي يطلب من يقوم بهذه الأمور أو القائمين عليها من منظمات المجتمع المدني ومنظمات الحرية أن تتابع هذه الانتخابات وتخاطبهم هي لمن يرغب أن يقوم بأعمال المراقبة. لأول مرة فوجئنا أمس بعشرات المؤسسات الحرية ومنظمات المجتمع المدني تراقب حالة الانتخابات البابوية. المقعد البطريرك رقم 113 الذي سيخلف البابا شنودة الراحل، الإشادات كانت كاملة من خلال الجو الذي أجريت به الانتخابات. أيضا الجميع يستعد لإجراء القرعة الهيكلية الأحد المقبل صباحا لاختيار المنصب الجديد للبابا. طبعا منظمات المجتمع المدني كانت قد أكدت فيما يشبه ليست بيانات رصد ولكنها كانت بيانات مباركة وابتهاج وفرح غير يعني مسبوق هذا الأمر بالنسبة للعمل المدني أو العمل الأهلي أو العمل الحكومي. نحن طبعا بنهني القائمين على أمر الانتخابات وأمر الكاتدرائية وبنهني الأخوة الأقباط بهذه الأمور. أيضا الجديد هذا العام أنه في هذه الانتخابات
يعني السن، يعني لأول مرة نجد أحد المتنافسين لا يتجاوز 52 عاما، فهذه أمور لم نعهدها في مصر، ولكن يبدو أن مصر مقبلة على كافة مناحيها، على مناحي الإسلامية والمناحي القبطية والمناحي السياسية والمناحي الاجتماعية، على الشعب المصري أصبح لديه قناعة أنه لابد من الجديد، ولابد من أعمار سنية مختلفة تستطيع أن تقوم بمرحلة متغيرة وجديدة على كافة الأصعدة. أستاذ أحمد مصطفى نائب رئيس القسم السياسي، شكرا جزيلا لك. الأستاذ أمين صالح المحرر السياسي، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، متواصلين معكم في هذه الحلقة من سكرتير التحرير من داخل جريدة اليوم. السابع فاصل قصير ثم نعود. كل الفئات، كل المصريين، في كل مجال. والآن علينا أن ننتظر كلمة مصر. ويكون الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مرسي عيسى العيار. معنا تصنع الخبر، تحلل الخبر، تعبر عن رأيك دون تدخل. شارك معنا عبر سكايب بالصوت والصورة على حسابنا الخاص AJM.مصر. عدنا إليكم مرة أخرى مشاهدين الكرام من جريدة اليوم السابع، ونطالع الآن الموقع الإلكتروني للجريدة مع المحرر الأستاذ خالد سينجر. أهلا بك أستاذ خالد. أستاذ خالد، دعنا نبدأ سريعا في آخر الأخبار. الخبر الذي بين أيدينا، طارق الزمر: ثورتنا لن تكتمل إلا بإقالة النائب العام. دعت مجموعة من الحركات الإسلامية لوقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للمطالبة بضرورة إقالة النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه. وكان على رأس القائمين على هذه الدعوة الدكتور طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية. وحقيقة الأمر هو ونحن نتحدث الآن وصل أعدادهم إلى ما يناهز المئات، مثل ما وصلنا من أخبار من مراسلنا هناك. وقال الدكتور طارق ضمن تصريحاته أن ثورة 25 يناير لن تكتمل أهدافها إلا مع إقالة النائب العام، على حسب أو على حد وصفه الذي وصفه بأنه أحد رموز النظام السابق. وتساءل من ضمن تصريحاته كيف للنائب العام أن يقوم بمحاكمة قتلة الشهداء وهو على رأس رموز النظام.
المتهم في الأساس بقتل شهداء الثورة. نعم. لو انتقلنا للخبر الآخر، غدا مصر القوية يتقدم بأوراقه لشؤون الأحزاب بحضور أبو الفتوح. دكتور عبد المنعم الفتوح وكيل مؤسسي حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، نجح في إكمال الأوراق المطلوبة لإشهار حزبه، وتقرر أن يقوم الحزب بتقديم أوراق إشهاره غدا للجنة الأحزاب. وصرح بيان صادر بلسان الحزب اليوم أن الدكتور أبو الفتوح سيكون على رأس المتقدمين بالأوراق، وسيقوم عقب تقدم للجنة الأحزاب بأوراق إشهار الحزب بعقد مؤتمر جماهيري سيقوم فيه بالتحدث على أهداف الحزب وأهم أنشطته القادمة على الساحة السياسية. نعم. الخبر التالي، إخلاء سبيل العريان بعد التحقيق في اتهامه بسب جيهان منصور. استئناف القاهرة اليوم قررت إخلاء سبيل الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة في بعد التحقيق معه طبعا في التهمة الموجهة ضده من الإعلامية جهام منصور مقدمة برامج على قناة دريم والتي اتهمت فيه الدكتور عصام العريان بسبها وقصفها أثناء مداخلة هاتفية معها على الهواء مباشرة. وكانت النيابة اليوم أرجعت نظر القضية أو استكمال التحقيقات لحين إكمال الأوراق الخاصة بها ومطالعة السيديهات الخاصة بالحلقة محل الواقع. نعم. القضاء الإداري ليس من اختصاصنا، إلغاء معاهدة كامب ديفيد. من ضمن عدد كبير من الدعوات القضائية التي تقدم من عدد كبير من النشطاء والمحامين لإلغاء لمطالبة أو لدفع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى إلغاء معاهدة كامب ديفيد، حكمت محكمة القضاء الإداري اليوم بعدم اختصاصه في نظر مثل هذه القضية، وقالت في حيثيات الحكم أن هذه القضية قضية سيادية وهذه المعاهدة معاهدة من ضمن المعاهدات السيادية الخاصة بالدولة ولا يحق لها التدخل فيها أو إبداء الرأي أو القضاء بحكم بشأن حلها أو استمرارها. كشك الرئيس مرسي يزور أسيوط الجمعة المقبلة ويؤدي الصلاة بمسجد عمر مكرم. محافظ أسيوط كان صرح اليوم بأنه الرئيس محمد مرسي سوف يقوم بزيارة لمحافظة أسيوط يوم الجمعة المقبلة في إطار جولاته الميدانية كل جمعة إلى محافظة ومنطقة مختلفة. سيقوم الرئيس بزيارة محافظة أسيوط وسيقوم بأداء صلاة الجمعة في أحد أكبر مساجدها مسجد عمر مكرم بالمحافظة. وكانت صفحة إخوان أسيوط قد نشرت على موقعها الرسمي أنه الرئيس سوف يعقد مؤتمر شعبي جماهيري ضخم عقب انتهاء من صلاة الجمعة يستمع فيها إلى آراء المواطنين أو مواطني وأهالي محافظة أسيوط ويستمع إلى أهم مشاكلهم ويتشاور معهم في أمور معيشتهم. نعم. ياسر علي المتحدث الرسمي، سنعلن عن نتائج تحقيقات خلية مدينة نصر الإرهابية قريبا. هذه القضية قضية مثارة منذ ما يقرب من أسبوع تقريبا بعد اكتشاف الأجهزة الأمنية لوجود خلية إرهابية تخطط لاستهداف أهداف سيادية وشخصيات سياسية بارزة بهدف زعزعة الأمن داخل مصر. بدأتها أجهزة الأمن بمداهمة شقة أبرز المتهمين الواقعة في مدينة نصر، وتم التصريح وقتها أنه قد قتل بعد تبادل إطلاق النيران مع أجهزة الأمن، وتم تسريب أخبار فيما بعد بأنه تمكن من الهرب. لكن على أي حال أجهزة الأمن تعمل في الوقت الحالي على متابعة هذه العناصر
وتتبعها ومعرفة من ممولها. واليوم تحديدا كان تم تشكيل لجنة لمداهمة أحد مخازن المتفجرات بكفر الدوار، وتم بالفعل مداهمة المخزن بهذه المنطقة، وتم اكتشاف وجود متفجرات وقنابل ومجموعة من الأسلحة المتنوعة هناك. الخبر الآخر، لازم حازم ملتزمون بقرار تأجيل مليونية الشريعة الإسلامية. مليونية الشريعة الإسلامية التي طالب بها أكثر من 25 ائتلاف وحركة ذات مرجعية إسلامية للمطالبة بضرورة النص بشكل صريح داخل الدستور على تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، كان محدد ليها 2 نوفمبر القادم، ثم اختلفت الرأي حول تأجيلها حتى تم الإعلان والاتفاق بين كافة القوى على تأجيلها بالفعل إلى 9 نوفمبر القادم. هناك بعض القوى قد أعلنت أنها ستنشق وإصرارها على النزول في 2 نوفمبر، إلا أن حركة لازم حازم صرحت اليوم على لسان مديرها الرسمي بأنه الحركة ملتزمة بتأجيل النزول لتفويت الفرصة على أي انشقاقات أو اختلافات بين الجماعات الإسلامية، والتأكيد على الائتلاف حول هدف واحد وهو تطبيق المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية. نعم، الخبر الأخير معنا اليوم، الغرياني لكارتر الانتهاء من الدستور الجديد خلال 3 أسابيع. المستشار الغرياني استقبل اليوم صار من المستشار الغرياني على أكثر من نقطة خاصة أو مثيرة للتساؤلات العامة والخاصة حول الدستور المصري الجديد، على أهمها طبعا الحريات وحقوق الأفراد داخل الدستور وحق الأقليات وحق الأقباط. والمستشار الغرياني أكد لكارتر على أن الدستور الجديد لن يلمس فيه أي شخص أو أي فرد تمييز بين آخر، وأنه سيعتمد في الأساس على المواطنة، وعلى أنه كل المواطنين المصريين من الدرجة الأولى يتعاملوا معاملة واحدة على قدم مساواة بينهم وبين الآخرين. أستاذ خالد سينجر المحرر الموقع الإلكتروني، شكرا جزيلا لك. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية هذه الحلقة من سكرتير التحرير، إلى أن نلقاكم غدا، لكم كل التحية وإلى اللقاء.